فوت فوري دونك حنا نتمنوا المجهودات المبذوله من طرف كل المصالح بما فيها الغابات بما فيها الحمايه المدنيه وكذلك ما ننساش كذلك الامن الوطني والدرك الوطني والمفارس كذلك تاع الجيش الوطني. عمل كبير راه يبدا منذ سنه 21 يعني حطينا ديسبوزيتيف على مستوى كل الغابات نتاعنا خاصه الغابات الكبيره والمعروفه كغابه المسيده وغابات اخرى. منذ تنصيبنا على رأس الولاية ونحن نحاول يعني بكل جهد أن نحافظ على الغابات على مستوى ولاية وهران، خاصة الغابات المعروفة كغابة يعني المسيلة وغابة كذلك مذاق. هذه الغابة نتاع مذاق اللي كانت تعرضت إلى حريق مهول يعني سنة 21 واللي قضى تقريبا على أكثر من 30-40% من هذه الغابة هذه. اليوم الحمد لله يعني بدأت الغابة تسترجع و كذلك بعض المناطق الاخرى لعده اسباب من بعض الامراض اللي اصابت يعني بعض الانواع من الاشجار، وفي كذلك يعني نقص المياه تسبب كذلك في فقداننا لجزء كبير من الغابات على مستوى ولايه وهران. وهذا ما خلانا يعني اليوم نقروا باش نعاودوا يعني الاعتبار الى تقريبا كل الغابات. اليوم يعني 25 اكتوبر هو اليوم الوطني للشجره، رايح تنطلق يعني اليوم كانت في حمله هنا على مستوى بلديه الكرمه من اجل اعاده الاعتبار يعني لهذه الغابه هذه اللي رانا متواجدين عليها واللي يعني كانت تعاني من العديد من المشاكل، منها يعني تصاعد الاملاح اللي قضت على العديد من الاشجار هنايا. اليوم يعني درنا عمليه تاع اعاده الاعتبار فيها اكثر من 600 شجره، والعمليه ستتواصل ان شاء الله منا الى غايه يعني السنه المقبله. ونقول ونزيد نكرر بلي باش يعني في عزم واراده من اجل اول قبل كل شيء الحفاظ على الغابات نتاعنا وكذلك الغابات الله يعني اللي مسها هذا التدهور هذا، قلت لعده اسباب منها شح الامطار ومنها كذلك بعض الامراض اللي اصابت يعني بعض الانواع. في عزم وفي اراده ان شاء الله من اجل اعاده الاعتبار الى هذه الغابات هذه، اعاده الاعتبار الى هذه الغابات هذه من خلال اعاده التشجير والمتابعه. اقول لانه اعاده التشجير لوحدها ما تكفيش، لازم يكون فيه متابعة يومية من طرف القائمين على القطاع والتعليمات أعطيت في هذا المجال هذا، وسيكون فيه متابعة يومية. وفيه كذلك المحافظة على الغابات المعروفة كغابة المسيلة ولا غابة تاع مذاق ولا يعني الكل يعرف بلي باش هذه الغابات هذه يعني تعتبر يعني ملاذ للعائلات خاصة في فصل الربيع وفي فصل الصيف. وبالنسبة للغابة تاع مذاق يعني فيه تجربة إن شاء الله تدخل حيز التنفيذ في الايام القليله القادمه، وهو انه في متعامل اقتصادي ان شاء الله ليدخل استغلال هذه الغابه هذه ويجعل منها ان شاء الله منتسى باتم معنى الكلمه. نتمنى ان شاء الله اذا كان هذه العمليه اللي رايحين نديروها يعني تجريب كتجربه، اذا كان فيه نجاح يعني تاع هذه العمليه هذه ان شاء الله رايحين نعموها على بعض الغابات الاخرى، وان شاء الله متاكدين يعني احنا باللي باش النتائج ان شاء الله ستكون جيده وممتازه. دونك العمليه انطلقت ولن تتوقف، دونك سينو نستوب ان شاء الله، وفي اراده وفي عزيمه ان شاء الله من اجل اعاده الاعتبار للغابه تاعنا. شكرا.